اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده. ضيف الحلقه اليوم موصف بالشعر والاحساس من محافظه المنيا التي انجبت لنا كتاب وشعراء وفنانين. ضيفنا اليوم فريد من نوعه، دكتور بيطري وكمان شاعر. معي ومعكم الدكتور والشاعر بيطر جورج كامل. اهلا بيك يا بيتر، منورني. ايه رايك لو نبتدي الحلقه بشعر من اشعارك الجميله؟ القصيده اسمها انت الحياه. بويا يا ضحكه السنين، نفسي اقول لك كلمتين. كان زماني دلوقتي فين لو ما كنتش انت جنبي؟ كل لحظه بشوف في عينك فرحه ليا بنسى تعبي. لولا انك انت سندي كان زماني في حته تانيه، كان زماني بعيش في دنيا ما ترضنيش، مت عني الف مره عشان اعيش. لولا تعبك طول حياتك، تضحياتك كل لحظه عشان سعادتي، كل خطوه مشيتها عشان توجد لي حاجتي، كل نبضه حب دقت يوم في قلبك علشان تشوف في عيوني ضحكه، كل نبضه حب دقت يوم في قلبك علشان تشوف في عيوني ضحكة. في كل حلم حلمت بيه، وفي كل سكة، في كل خطوة، كل طلب، في كل لحظة، أنا بدعي ربك إن أرد خمس تعبك، وإن أكون على قدر حبك، وإن أكون قد الوعود. ما كانش أبدا هيبقى ليا في يوم وجود لولا طبعا عطف روحك، دايما بتتناسى جروحك. كل هدفك او طموحك ان الفرحه ما تسيبنيش، انت المكافاه العظمى، انت الحلول في الازمه، انت اللي انا دونك اشبه لفازه في نيش، ولا ليا فايده في شيء، ولا هعرف امشي طريق ولا سكه من غيرك. كتر وكتر خيرك، دي اقل دعوه لروح خلتني بتنفس طموح، خلتني ابوح بمنايا في العلن. انت الحياه وانت الوطن، مضمون ساعاتي، كل حكاياتي وابداعاتي، حتى الشجن بفرح وانا عايش ومعاك. سلام اليك، يا سلام عليك، شكرا لاني من سماك بفصح واقول لك واعترف ان انا ليا الشرف بقول حروفي قبل اسمك، وان انا في روحك باسمك، وان انا ابنك يا ابويا.
كل شيء جوايا ساكن من أغاني ومن أماكن، كل طيف ساكن مشاعري، حتى شعري هيبقى ليكي سر معلن. ساعتها هقلب شيء غريب، زعوا عني كتير وقالوا إن أنا شاعر كئيب، وأنا أصلي شاعر للغلابة المحتاجين كلمة تواسيهم، برمي عربون المحبة شوق وهمسة ووصف يمكن يبقى فيهم. فتلاقي شعر حزين ساعات، وتلاقي إني من سكات بكتب كلام معرفش أصلا جاي منين، يسرح خيالي وأروح بعيد معرفش برضو بروح لفين. جايز بروح بخيالي عندك وانت في الواقع خيال. ايوه انا بتمنى قبلك، ايوه انا القلب اللي مال اول ما شاف حسنك ده طب، بعد ما خفت كتير، بعد ما خفت كتير احب، قررت ابوح بالسر ليكي لكن ما طوعتنيش مشاعري، حبيت اقول كلمه لعينيكي فاكتفيت وصفك في شعري. وانا حلت ايه، وانا حلت ايه غير شعر فاضح؟ قال لي لا بلاش مجازفه، كان رافض يكتبك، والسر واضح ان انت سهل تقولي اسفه، ان احبك شيء محال، لكنه قام كرر وقال هفضل امتى اقول بلاش واصبر يا عم، هفضل امتى اقول له روحي في شيء اهم، مفيش اهم من الحياه والحب فيها، عمال ادور قلبي تاه ومش لاقيها، شكله هيفضل حلم صعب في يوم يعاش، انا بشكي همي الفضا كل اللي قلته فضفضا، البنت في خيالي مشفتهاش. الله حلوة، ربنا يا رب يجعلها تكون قريبة وتيجي بسرعة البنت اللي في خيالك، وبعد كده تقول لنا حاجة البنت جت، ربنا يجعلها تيجي لك يا رب ونفرح بإذن الله. كنت عايزة أسأل حضرتك، لو عايزين نوجه حاجة للأمهات، إزاي أعرف أولادي عندهم موهبة أو لا؟ أنا حاول أقرب من ابني، الأم حاول تقرب من ابنها وبنتها وتحتويه، تعرف هو بيحب إيه، تخليه هو يعني مثلا هي شايفاه ان هو بيحب مثلا يشخبط كتير على الكراسه يعمل، فتخليه يحاول يرسم، يجيب له مثلا كراسه ثلاث مثلا. من امتى احس ان ممكن يكون عند اولادي اي موهبه؟ امتى احس ابتدي احس؟ ممكن من 9 10 سنين هو يبتدي يكون عنده وعي شويه من اخر المرحله الابتدائيه. اوجه حاجه للاباء والامهات، ان انا اخلق موهبه في اولادي انا اللي عايزاها، يعني انا عايزه مثلا ابني يبقى شاعر فاسمعه اشعار كتير، عايزه ابني يبقى كاتب اسمعه اجيب له كتب ينمي، ابني يبقى راسم اجيب له حاجات يلونها، يعني هل الموهبه يعني هي بتبقى موهبه فعلا ولا ممكن انا اللي اخلق الموهبه؟ لا هي دي موهبه عند ربنا، كل واحد ربنا مدي كل واحد موهبه معينه، لو انا اساعده انه يكتشفها بالطرق، انه يخليه يحاول في كذا حاجه، لكن هي ان انا اخلق في موهبه لا دي بتاعت ربنا. يعني انا اجيب مثلا ابتدي من اول مرحله الابتدائيه احاول امسك انمي الطفل في كل في جميع المهارات بحيث ان انا اشوف هيبقى انهي، اشوف اكتر حاجه هو ميال ليها وبيحب يعملها كتير. يعني المفروض الامهات تجرب كل المهارات، تجيب مثلا كتب دينيه، كتب زي الانجيل اللي عباره عن صور وكاريكاتير، الاولاد ترسم تلون تشوف هيستفيدوا، لان هو طبعا في رسومات وفي كتابه، يعني زي عباره عن قصه، هي هو القصة، هي هو القراية، هي هو الكتابة. طبعا كده ايوه تشوفه بقى، بس هو عادة الغالبية العظمى ما بيحبش القراية والكتابة والحاجات دي، هو ليه ميال للكورة، الرسم، الحاجات اللي هي فيها ترفيه شوية، ميال للموسيقى، تلاقي الأطفال مثلا بتسمع كرتون كتير الحاجات دي. ما انا بقول لحضرتك انا ابتدي انمي ولا اسيب لغاية لما اكتشف اذا كان فيه ولا ما فيش موهبة؟ ما هو انا هبتدي ان انا اساعده ان هو ان انا اكتشف ان يكتشف نفسه ان هو عنده موهبة دي ولا لا في وقت بدري، عشان لما يكتشف ان انا عندي الموهبه يبتدي يشتغل على الموهبه نفسها وينميها. الموهبه. حضرتك خدت جوائز او الشعر بتاعك يعني في الكنيسه خدت ليه جوائز او خدت مراكز فيه؟ اشتركت في مهرجان الكرازه اكتر من مره، خدت في وانا في ثانوي لا في سمالوط برشيد سمالوط، وانا في ثانوي وبعد سنه على طول خدت مركز ثالث، بعد كده لما طلعت شباب في جامعه اشتركت في مسابقه جامعه خدت مركز تاني، وقبلها كان في مسابقه تبع دار الكتاب المقدس خدت فيها مركز تالت. بيتر كل اللي كاتبه كله عن رومانسيه ولا في حاجه دينيه؟ لا في طبعا انا بكتب في كل المجالات طبعا، دين ورومانسي ووطن، ما تخصصتش في حاجه خالص معين. لا طبعا في كل. طب معاك حاجه ديني نسمعها ولا؟ معايا حاجه حلوه خالص هتعجبك ان شاء الله، اسمها ازاي؟
ايه؟ اسمها ازاي؟ ازاي؟ اه اتفضل. ازاي؟ ازاي عذرا كان شعورك وقت صلبه؟ أو لما يهوذا خان وباع ونسي ربه، كان قلبك، كان قلبك عامل ايه؟ ما سألتيش ازاي وليه؟ أو حتى قلت لابنك عملوا ليه فيك ده كله؟ دول ولادك وانت ابوهم، كيف قدرت تقول سيبوهم؟ وانت في عز الالم والاه كيف سامحت وكيف صرخت اغفر يا ابتاه؟ لانهم ما يفهموش. وازاي، ازاي ما قدروش ولا حد قلبه حس انك جيت يا رب؟ بس علشان خاطر راحتهم، علشان سعادتهم الابديه، ضحيت بنفسك وسفكت دمك ثمن الخطيه اللي احنا فيها مغروسين، واللي احنا بيها متسببين في صلبك وفي عذابك، في موتك واكتئابك. وازاي، ازاي قلبك كبير؟ ازاي بترد خير للي باعك واللي خانك واللي قال انه معد ومستعد اكون مكانك واشيل عنك صليبك؟ ما انا تلميذك حبيبك، واللي ساعة الجد انكر وقال انا معرفوش، معرفوش. لما جات الجارية تسأل انت منهم، انت تبعه وكنت ماشي معاه وتبعه، وانت قلت انه هينكر، رد ابدا منكروش. واما جات الجارية تسأل رد اصلا معرفوش. أما جات الجارية تسأل رد أصلا معرفوش. الكل سابك، الكل سابك وقت ألمك، واللي تف عليك ولطمك، واللي هنت عليه وعادي، واللي قال إنك يا فادي لو قادر، لو قادر نجي نفسك، وإنت نفسك رغم كل القسوة غافر، وأنا قلبي قاسي ناكر للآلام وللجميل، وإنت أبدا مستحيل عليا في يوم هتقسى، ولا حتى في لحظة تنسى إن أنا ابنك.
للشاعر على فكره. لكن انت ما حطيتش هدف ان انت يعني تصنف شاعر او لا. تصنف دكتور؟ ما كده كده دكتور مصنف، كده كده دكتور.
شرفتني ونورتني يا دكتور بيتر، انا سعيده باللقاء معاك، الحديث كان ممتع جدا. بالتوفيق دايما، ربنا معاك ومن نجاح الى نجاح، ونورت حلقاتي شرفتني. الى اللقاء اعزائي المشاهدين في حلقه قادمه.